طيب خلينا نكمل مع حضراتكم واخبار مختلفه، وهنتكلم تحديدا عن بطل مصر العالمي في الرمايه طبعا الاسم الكبير عزمي محلبه اللي فاز امبارح بالميداليه الذهبيه لمنافسات السكيت ببطوله كاس العالم لرمايه المسدس والبندقيه والبندقيه خرطوش الموجوده في مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه طبعا الاداريه الجديده. بطوله مهمه جدا، بطوله كبيره جدا تستضيفها مصر من خلال فتره من 24 يناير الجاري لغايه يوم 1 فبراير طبعا تحت رعاية سيادة الرئيس. طيب خلينا نتكلم شوية عن عزمي محلبة. عزمي محلبة كان حجز مقعد ليه خلاص في باريس 2024 وتأهل لأولمبياد وبيحقق في كل بطولة يعني الحمد لله نتائج كبيرة جدا، عشان كده ما باجي أتكلم بقول البطل الكبير الاسم الكبير عزمي محلبة. وعندنا من عزمي أمثلة كبيرة جدا وكتيرة جدا وفي رياضات مختلفة، بس يعني نتمنى دايما يكون في ازدياد على المستوى طبعا الرجال والسيدات. خلينا على كل حال ناخد مزيد من التفاصيل في خلينا نقول عن البطوله وعن اللاعبين المصريين. معانا سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه. سياده اللواء معانا، صباح الخير. طيب سياده اللواء هيعود لينا مره تانية، بس مهم جدا ان احنا نتكلم مع سياده اللواء على الخطوات الثابته حتى هذه اللحظه للاتحاد او الاتحاد المصري للرمايه. ناس ماشيه بدراسات معينه، ناس ماشيه بخطه شورت تيرم لونج تيرم بلان، ناس عارفه بتعمل ايه. طول ما انت عارف بتعمل ايه وماشي على خطه يا كريم هتوصل في النهايه لنتيجه محترمه، لكن الشغل العشوائي الشغل اللي احنا مش عارفين مين مع مين منين يودي على فين، ما انت مش هتروح حته. فيعني سيادة اللواء رجع لنا مرة تانية. سيادة اللواء صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير وصباح الخير على السادة المشاهدين جميعا. صباح على حضرتك وسعداء جدا بيعني الاتحاد وما يقدمه حتى هذه اللحظة من خطوات ناجحة جدا وثابتة. خلينا نعرف من حضرتك أكتر وكلمنا كمان يعني عن التنظيم والعاصمة الإدارية وهذه البطولة، خلينا نعرف من حضرتك أكتر يا فندم. أول حاجة دي بطولة كأس العالم وأول بطولة كأس العالم تقام في هذا العام تبع الاتحاد الدولي. البطولة المقامة في مدينة مصر الألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر حفل افتتاح الأستاذ الدكتور أشرف صبحي رئيس شباب الرياضة وأيضا رئيس الاتحاد الدولي وقادة من ممثلي من القوات المسلحة. دول المشاركة 66 دولة بإجمالي حوالي 1000 رابط ورامية وإداري. المشاركة بشهادة رئيس الاتحاد الدولي مشاركة كبيرة في أول بطولة، وهذه البطولة ليها أثر كبير جدا في دول العالم إن هم شاركوا وتركوا بطولات أخرى عشان يشاركوا في مصر، لأنهم وجدوا حسن الاستضافة أحسن بنية تحتية وهي نادي الرماية بنادي الرماية الموجود حاليا. نختتم البطولة إن شاء الله اليوم، وبالأمس حصل رمي عزمي محب على الميدالية الذهبية، وطبعا ده كان فخر لينا جميعا والحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لهذه المرتبه، وهو حاليا المصنف رقم واحد على العالم حتى وقتنا هذا. شيء محترم جدا، شيء محترم جدا. طيب برضو عايزين نعرف من حضرتك يعني ابرز نتائج اللاعبين المصريين اللي شاركوا حتى هذه اللحظه في بطوله العالم، وبرضو احنا حضرتك يعني تفضلت من شويه قلت ان عزمي محلبه وناوند كمان اكدت على المعلومه دي، فكره ان هو خلاص حجز مقعده بالفعل للمشاركه الاولمبيه القادمه في باريس 2024. مين غيره هيشارك في حال وجود اخرين مشاركين، والاستعداد للمشاركه دي عامل ازاي يا فندم؟ طبعا احنا عندنا ناس المؤهلين لباريس 2024، احنا عندنا 11 مقعد وبالفعل هم مؤهلين. النتائج المحققه في هذه البطوله هذا نقول نتائج محققه طبقا للخطط الفنيه الموضوعه من قبل الاجهزه الفنيه. نقدر نقول ان احنا عندنا كمان مسابقات اخرى سوف يتم المشاركه فيها في هذا العام بعد هذه المسابقه. يمكن عزمي عنده خطه بمدرب بتاعه، احنا عندنا كاس عالم في المغرب ان شاء الله الشهر القادم، عندنا بطوله في كاس عالم في اسبانيا ايضا الشهر القادم للمسدس والبندقيه. الخطه الموضوعه منفذه بالكامل، واحنا متوقعين ان شاء الله نكون ربنا وفقنا بتحقيق اهدافها، وربنا وفقنا ان شاء الله بميداليه في دوره الالعاب الاولمبيه في باريس ان شاء الله. رائع جدا، وبنتمنى كل الدعم كمان والاستعدادات القصوى باذن الله علشان نتكلم ان يبقى في نتائج مختلفه باذن الله هذا او هذه النسخه باذن الله. سياده الوقت توعدونا يعني مش عايزه اقول وعد صريح، بس توعدونا باذن الله ان يكون في شكل مختلف باذن الله تحديدا كمان للرمايه. ان شاء الله ربنا يوفق، احنا ما نقدرش نقول الا ان شاء الله. سبحان الله انه عزمي واخرين
يعني كان في بطوله في قطر في شهر نوفمبر حصلنا فيها ميداليه ذهبيه وميداليه الفضيه. فنقدر نقول ان في بطوله واحده بيستطيع تحقيق ميداليتين رائع. ودي بطولات على مستوى العالم مش بطولات محليه او بطوله عربيه. باذن الله كل التوفيق سياده اللواء حازم حسني، بنشكرك جدا يا فندم على هذه المداخله. هذه الاتحادات اللي بتحط خطه، سياده اللواء بيقول لك ايه؟ بيقول لك الخطه الموضوعه نفذت بالكامل، يعني بنتكلم على ان الاتحاد حط خطه وده منطقي ونفذها بالكامل وده برضه منطقي، فبالتالي النجاحات اللي هم بيحققوها منطقية جدا.